اتفضل انتوا مع بعض انتوا الاثنين كده يعني انتوا الاثنين مع بعض ورافعين ايديكوا. ايوه حضرتك. لما كنت ظبطت السؤال في البيت وجيتوا بيه. يا لا ده انت لازم تعمل مسرح. لا 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 والله ما انا عملته. لا لا ما شاء الله. طيب السؤال هو ايه الحاجه اللي انت مستنيها او بتخطط ليها علشان تضيع الحزن او الشجن اللي انت بتقول ان هو موجود جواك؟ حلو السؤال ده. انت هتسال سؤال انت كمان؟ على حسب انت عايزني اسال ولا لا. يعني هي سالت السؤال بتاعك ولا انت هتسال سؤال لوحدك؟ لا كل واحد فينا منفصل. بالظبط منفصلين. مساء الفل. الاول السؤال ايه الموقف اللي انت ندمت عليه انك انت تصرفت فيه؟ لو رجع فيك الزمن هتغير تصرفك فيه؟ ده مش موقف، ده كتاب حياتي. ده انت عايز 3 سنين نحكي. انا لو رجع بيا الزمن هغير الزمن كله على بعضه. طيب ارد بس على المدام الاول. ايه الحاجه قصدي اللي انا مستنيها عشان تغير تشيل كل الشجن اللي جوايا؟ بص، هو اعظم شيء في العالم النجاح. النجاح بيشيل اي هموم وبيصالح الناس ببعضها. انك تنجح في شغلك ده حاجه مش قادر احكي لكم قد ايه هي عظيمه. يصالحك مع نفسك قوي 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 قوي، ودي اهم حاجه في الموضوع. ومش زعلان بقى. لو حد شتمك ما بتزعلش قوي يعني. لو اي حاجه حصلت ما بتزعلش قوي. في حاجه حلوه منوره كده. النجاح بيدي قوه من جوه، لان النجاح بيدعمك من جوه. يعني العربيه شكلك من بره وشكلك وجسمك من بره وكل حاجه من بره، أكلك وشربك كل حاجة من بره، إنما النجاح شيء من جوه بس بيجيب أحلى حاجات من بره. أنت قلت إيه؟ بيجيب أحلى حاجات من بره. النجاح. النجاح. عربيات حلوة. عربيات. أنت بتصرف فلوسك كلها على اللبس والعربيات والحاجات دي ولا مش كلها؟ كلها والله. أنا كنت أكلمك على فلوس أصلا وأنا مروح. هو قال لي أنا ما سمعتش. كنت أكلمك. كان هيكلمني على الفلوس وهو مروح؟ دي الوحيده اللي ما سمعتهاش. ما انت اكلمني ازاي؟ انت بكل حاجه. هي عندك ظروف ولا حاجه ولا بس احنا ما حول حصل لك التحول المادي ده ايه؟ التحول المادي؟ بص الموضوع ده اقول لك انا معايا كام بالظبط ولا ايوه ما حدش سامعنا. ما حدش سامعنا. لا بصراحة لا. الواحد لما بيحصل له تحول مادي بيبقى في افكار حاجات كتير. وانا عارف انك بتعمل حاجات كتير يعني كويسة. مش عايز اقولها. بص، هو اهم حاجة في الحياة انك انا عن نفسي عندي مشكلة كبيرة جدا جدا، وهو اني بشوف كل الناس في الحياة لما بتتشهر او لما بيجي لها فلوس او أي حاجة بيحصل لهم تغير غصب عنهم. تمام. انا عندي هاجس من الموضوع ده. هو انا امتى هتغير؟ امتى هبقى وحش؟ امتى هعامل الناس بشكل مختلف؟ يعني لما ربنا هيكرمني. طول عمري وانا صغير فعملت ثوابت في حياتي. ثوابت، لو الثوابت دي اتغيرت اعرف ان انا اتغيرت. منهم حاجات يعني حتى لو كان بتسيب جنيه في مكان ممكن تتغير وتعلى بمرتبتك فتسيب 10 او تسيب بتاع ده كله. بس انت في كل شهر بتعمل ثوابت معينه. مش مهم هي عامله ايه ولا مهم حجمها قد ايه، المهم انك تقدر تقيس نفسك انت بتتغير ولا لا بالثوابت اللي انت حاططها. حتى لو قلت انا كل يوم الصبح الساعه 10 هشرب فنجان قهوه، لو جت الساعه 10 بكره ما شربتوش تعرف ان في حاجه بتحصل جواك. فدي الحاجات الثوابت اللي انا ثبتها لما ربنا كرمني يعني الحمد لله زادت الثوابت عندي. فده شيء متعني جدا جدا وحاسسني ان انا مش هتغير. صحيح. ودي احسن حاجه بتعملها. قوي قوي. احسن حاجه. طب هناخد سؤالين كمان. اتفضل يا حبيب قلبي. اتفضل. انت رافع ايدك بس مش هتسال. في شاب جميل هنا. اتفضل. اولا انا من اشد معجبين حضرتك. ممكن تقرب المايك لصوتك وتعرفنا بنا. انا من اشد معجبين بحضرتك يا حبيبي. سؤالي، انا واحد بغني وبحب الغنى جدا جدا جدا. تمام. نصيحتك ليا كواحد بيحب الغنى في سن صغير ايه علشان لما اكبر يعني
اطمن على مستقبلي او اللي هو احس ان انا ماشي صح؟ ماشي. انا هقول لك على حاجتين تعملهم، يعني دول مهمين جدا، حاجه لتنميه نفسك انت كصوتك، وحاجه تانية للعمل نفسه، لانك ازاي تبقى مطرب مشهور. يعني طبعا احنا بنقول الحاجات اللي في ايدي اللي اقدر اقولها، بس طبعا يعني ايه الاعمار بيد الله، يعني ما نقدرش نفتي يعني. صحيح. فانا اقول لك بالنسبه لصوتك، لازم 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 تسمع اغاني كتير جدا جدا، تسمع كل احمد كان بيسمع كل انواع الموسيقى، من الهند للصين لليابان، هندي تركي طبعا، تركي مهم جدا، اسباني، كل ده انا بسمعه وبغنيه، وانواع المزيكا. اهم حاجه انك تسمع اغاني كمان من القديمه جدا، لان الاغاني القديمه كانت محتفظه جدا برونق الطرب، وتغني معاها، تغني معاها كتير كتير، ده هينمي صوتك جدا جدا. واهم حاجه نفسك، تلعب رياضه كويس، عشان انا ما بلعبش، بس عايزك تبقى احسن مني يعني. تاني حاجه بقى في فكره انك ازاي تبقى مطرب مشهور. اولا انا كان عندي 13 سنه ولا 14 سنه، وكانوا بيقول لك لو عايز ربنا يكرمك امشي مع احمد سعد. ليه؟ لان بروح 5-6 اماكن في اليوم، انا الليكويد بتاع الرخامه بتاع الناس، برخم على كل الناس، على المنتجين، انا موجود، انا هاجي واروح تاني واروح تالت واروح رابع، وكل يوم بروح عندي حاجه انا ما عنديش حاجه تانيه غيرها. انا لما قلت لاهلي دكتور سامح، قلت لهم انا داخل معهد الموسيقى العربيه ونفسي اخش معهد الموسيقى العربيه، قالوا لي نعم، لا طبعا، تتخلص دراستك الاول وبعد كده تخش بقى زي ما انت عايز. هم عارف، في ناس كده بيبقى عندهم السيستم اللي هو بيعامل الموسيقى على انها حاجه ترفيهيه كده، ترفيهيه يعني. بس انا حاربت ودخلت معهد موسيقى عربيه. انت عارف انا دخلت معهد موسيقى عربيه وانا في الاختبار، كان طبعا دكتور سعيد الاصبجي الله يرحمه، ودكتوره لطيفه الحفني، وعظماء قاعدين في اللجنه. انا دخلت اقول لهم ادوار وموشحات هاخدها بعد 5 سنين لما اخش المعهد. الناس سالوني انت مين؟ قلت لهم مين؟ قالوا لي ابوك مين؟ قلت له ماله، ولا في ايه؟ انا افتكرت يكون لك علاقه بالمزيكا، افتكرت انا سرقت حاجه ولا حاجه. بيسالوني ابوك مين ولا انت مين ولا قلت لهم لا، ده انا ابويا عادي. قالوا لي حفظت الحاجات دي ازاي؟ هو ده اللي بقول لك عليه. هو انت بتلحن كل اللي بتعمله، ولا في اغاني بتديها لحد تاني؟ طبعا في اغاني بتديها لحد تاني. كويس. طبعا. طب وانت لو جت اغنيه ولحنتها وكانت بتاعت حد وعجبتك، بتعمل ايه؟ يعني ايه؟ يعني يعني ايه؟ يعني اغنيه انا لحنتها ومعديها لحد يعني؟ لا، لو عجبتك اكتر والحد ده كان هياخدها خلاص تديها له. طبعا. طبعا. لا بس انا كده كده يعني. ها؟ ما تسمعش حاجه لحد. تمام. ماما قالت لي ما تديش حاجتك لحد. طيب. بصفتك بتقول الله يا ابو حميد، يا حلاوتك يا ابو حميد احيانا. كمان في المزيكا بتعمل جمله مزيكا وتعمل كده برضه؟ يعني ايه؟ يعني تعمل تالف جمله مزيكا وتقول لنفسك ايه الحلاوه دي؟ الله الله. انا اللي عامل الموسيقى التصويريه بتاعت فيلم دكان شحاته. انا الموسيقى التصويريه بالنسبه لي عمري، انا بتكلم على اعجابك بيها. لا انا معجب بنفسي في كل الاوقات، في كل الاوقات والله العظيم. انا يعني